ينضم إلينا من بيروت أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية. أهلا بك أحمد. بداية سنجاب، ماذا عن الوضع الأمني والميداني في جسر الباشا الآن بعد ما تعرض له وزير الدفاع اللبناني؟ تحياتي لك في البداية. الوضع الأمني الآن مستقر لا جديد في هذه المنطقة، المحلات عادت وفتحت أبوابها مرة أخرى من جديد صباح اليوم، حركة المرور تسير بشكل طبيعي، الانتشار الأمني المكثف الذي كان متواجد بالأمس خف بشكل ملحوظ كبير جدا، وذلك بعد قيام الأدلة الجنائية مساء أمس بعمل معاينة لمسرح المنطقة التي وقع فيها الحادث، بالإضافة إلى رفع بعض البصمات وتصوير بعض اللقطات للمباني التي تضررت جراء الرصاص الذي استهدف المنطقة بالأمس، فبالتالي عادت الأمور إلى طبيعتها مرة أخرى والحياة تسير بشكل طبيعي وكأن شيئا لم يكن بالأمس. هل خرجت أي بيانات رسمية وماذا عن تفاصيل التحقيقات أيضا حتى الآن سنجاب؟ ربما لم تخرج حتى الآن أي بيانات رسمية باستثناء البيان الرسمي الوحيد من وزارة الدفاع والذي أكد تعرض سيارة وزير الدفاع لرصاصة واحدة فقط في الزجاج الجانبي من جهة اليسار في الباب الأمامي وهو باب السائق أثناء توجهه من مقر وزارة الدفاع إلى منزله، وتعرض لهذه الرصاصة في هذه المنطقة، كما أن الرصاصة لم تخترق الزجاج الخاص بالسيارة ولكنها سقطت بجانب السيارة. كل هذه الأمور دفعت جميع القوى وجميع الأجهزة أيضا إلى التشكك فيما إذا كان هناك محاولة لاستهداف وزير الدفاع بشخصه أم فكرة الرصاص الطائش، فبالتالي أعتقد أن الكافة ينتظرون نتائج التحقيقات ماذا ستسفر، هل هناك محاولة استهداف فعلية أم أنه ظاهرة الرصاص الطائش التي يعاني منها لبنان بشكل كبير، وهناك مطالبات مكثفة بضرورة مواجهة هذه الظاهرة. إذن سنجاب، من خلال أيضا تواجدك وأيضا كيف يتم قراءة ما يحدث الآن، ما هي المؤشرات الآن؟ هل هي مؤشرات لعودة الاغتيالات وظاهرة الرصاص العشوائي بكثافة في لبنان؟ بالتأكيد هذه الأحداث التي شهدتها الدولة اللبنانية على مدار الأسابيع القليلة الماضية وربما الأيام القليلة الماضية تثير حالة من القلق لدى قطاع كبير جدا من اللبنانيين من فكرة السلاح المتفلت في مختلف أنحاء الدولة اللبنانية ووجود السلاح في غير يد الدولة اللبنانية وفي غير يد الأجهزة الأمنية. هذه الظاهرة هي ظاهرة تقلق اللبنانيين بشكل كبير جدا، كما أن استخدام هذا السلاح المتفلت بات منتشرا بشكل واضح على مدار الأيام الماضية. كل هذه الأمور هي نتيجة طبيعية أو البعض يراها نتيجة طبيعية للتوتر السياسي القائم. البلد تعاني بشكل كبير جدا من أزمة اقتصادية غير مسبوقة في تاريخ الدولة اللبنانية، وربما هي من أسوأ الأزمات وفقا لما صنفها البنك الدولي منذ منتصف القرن 19 الميلادي. وبالتزامن مع هذه الأزمة الاقتصادية هناك أزمة سياسية حادة تتعمق يوما تلو الآخر بسبب الخلافات بين الكتل والأحزاب النيابية التي تعجز حتى الآن عن التوافق لانتخاب رئيس جديد للبلاد، تعجز عن التوافق لتشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات، تعجز عن التوافق للسير في خطة التعافي التي أقرتها الدولة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، فلا توجد هناك أي خطوة لمساعدة الدولة اللبنانية وفقا لتقديرات المؤسسات الدولية أنه الشعب اللبناني أو الكتل والأحزاب السياسية اللبنانية عليها أن تساعد نفسها وتساعد لبنان كي تتمكن هذه المنظمات من مساعدتها، فبالتالي المواطن يشعر بالقلق من طول أمد الشغور في هذه المناصب، من طول أمد الخلافات السياسية المعرقلة لأي تقدم في الدولة اللبنانية بشكل عام، وبالتالي القلق من ظاهرة الاغتيالات أو ظاهرة الرصاص العشوائي يبدو واضحا من خلال هذه المعطيات التي يتخوف منها المواطن اللبناني بشكل كبير خلال الفترة المقبلة. بشكرك شكرا جزيلا سنجاب، كنت معنا من بيروت، بشكرك على كل هذه المعلومات، شكرا جزيلا لك.